انا غنبدا انا طلقت لايف انا طلقت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي جريده الحدث 24 مرحبا بكم معنا في هذا المباشر كنتواجدوا في هذه المنطقه في جنان الورد سميتها بلاد بن سليمان هذه البلاصه هذه سميتها بلاد بن سليمان الساكنه ديالها كيعيشوا في الدور ديال الصفيح يعني بناء عشوائي كيقولوا انهم الحدود الساعه مازال ما استفدوش باغيين يعطيهم الاستفاده اللي تليق بهم فغادي نخليكم مع الساكنه اللي غادي يهضروا لنا بخصوص هذا الشيء اللي واقع لهم والمطالب ديالهم شنو هي السلام عليكم خويا معنا خويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته شد هذه بيد خويا زيد عندك الميكرو الله يحفظك مرحبا ديالك اخويا الله يعطيك خويا ادريس تاقي من ساكنه بلاد سليمان لمده 40 سنه هذه في ازين خويا انا السلطه كتجي ما عطاتناش كنقولوا حنا ماشي حنا ضد الردام ولا ضد الحوار ديال السلطه حنا السلطه هنا كتجي عندنا لهنايا ما كتحاورش معنا كتجي كتقول لك ردم وفاش كنهضروا مع الحوار ولا نهضروا مع بحال دابا على الناحيه ديال الردم والناحيه الاستفاده ديالنا ولا الناحيه ديالك كنقول لك حنا ما عندنا ما نديروا لكم حنا ما عندنا ما ندير لكم حنا هادشي جاي من الفوق حنا بغينا نعرفوا هادشي شكون هما من الفوق مازال ما عرفنا شكون هما من الفوق اللي هنايا شنو مبنيين بهذا الشكل عشوائي شحال من عام وانتم هنا عندنا تصاور هنايا كانت عندنا تصورات هنايا عندنا الناحيه الشرق كتحرت والناحيه الشمال كتحرت والناحيه الغرب كتحرت ازيد من 50 سنه وانتم هنا وحنا هنا شحال تقريبا ديال السكان السكان ما بقاتش نحسب لك حيت السكان النهار الاول كان واحد النسبه ديال تقريبا 120 أسرة وإن القضية محدة غادي كتزاد. استافدوا في 2009 كاين اللي استافد في 2009 استافد والآخرين مازال دايرين معاهم هنايا. واخا خويا شنو المطالب ديالكم دابا؟ المطالب ديالنا خويا هي إعادة الهيكلة في عين المكان وكاينين الناس هنا بوليداتهم مجوجين ما رضاوناش. كيقول لك سير بحال دابا كتطلب كاينين الناس أربعة العائلات ولا خمسة ديال العائلات مجوجين كيقول لك سير بحال دابا كيقول لك نص نمرة 50 متر ما كاملاش 50 متر 50 متر المهم 50 متر على جوج 95 متر على جوج واخا خويا يا استاذ واخا بغيت نستفسر منك واحد الحاجه فوقاش اخويا فوقاش علموكم على الريب هنا وفوقاش قالوا لكم انكم تخرجوا من ما في شهر 7 واني ما كيعطيوناش بحال ما كيعطيوناش شي كيجي كيقول لك تردم ما كيعطي ما كيتحاوروش معانا فوقاش علموكم في 2007 في شهر 7 ديال هذا العام هذا واخا خويا شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا هاد السيده السلام عليكم لاله عليكم لاله مرحبا لاله انت مساكينه شدي انا غير خليك انا شدي ماشي مشكل غير خليهم بجوج فيها شكرا لاله لا خصني باش الصوت باش الصوت يتسمع يلا لاله انت مساكينه ديال هنايا انا مساكينه ديال هنايا هنا كبرت هنا تزوجت هنا ولدت وليداتي هذا حي بلاد بن سليمان ساري جقناوه بلاد بن سليمان جنان الورد واخا دابا شنو المشكل اللي عندنا؟ دابا المشكل اللي عندنا حنايا ساكنين حنايا انا بعدا كنهضر على راسي ساكنه انا داري بوحديتها وخويا دارو بوحدها وامي داري بدارها بوحديتها انا ولدت ولادي بداري وامي وعاود ولادها بدارها وهي وخويا ولادو في دار منين جاو عندنا باش يريبوا لنا عطاونا قال لك تنوضوا تريبوا قلنا لهم مرحبا منين جاوا سيدي قال لك غنعطيوكم ثلاثه بكم نص قطعه نص قطعه قطعه فيها 93 متر غناخذوا حنا ثلاثه ديال الاسر كل وعنده ثلاثه ديال الاولاد اربعه خمسه ناخذوا نص نمرة نص نمرة فيها يعني شحال 50 ما كاملاش 50 متر ما كاملاش يعني مش وتجيب واحد اخر يدخلوا معاك يعني حاسبكم خمسه بكم حاسبكم مثلا اسره واحده حنا ثلاثه بينا كل واحد ودار وكل واحد وما كانسو د الماء وكل واحد واللي قال لك يصرف على راسه قال لك غادي تاخذوا ثلاثه بكم غتاخذوا نص نمرة ونشوفوا شي واحد نزيدوه معاكم هذا مشى الاول فاش جا الثاني عاوتاني ولينا كنقولوا نوضوا تريبوا قلنا لهم مرحبا قلنا شنو غتعطيونا وحنا غادي نريبوا قال لك حنا ما نعرف نوضوا تسيروا خرجوا تكريوا وريبوا وصافي ولاو كيجيبوا لنا القوه المساعده كيجيبوا البوليس كيجيبوا كيمونطوهم كيريبوا لهم الصحه ما عرفناش شنو هذا الشيء هذا لا ورقه لا جوج الناس اللي استفدوا من الاول شنو عطاوهم؟ اللي استفدوا في 2009 عطاوهم قطعه عطاوهم قطعه لواحد وعطاوهم في شحال الامان هنا الفوق قطعه لواحد وحنا دابا ما كيعطيونا لا ورقه لا جوج لا والو تيقول لك غير نوضوا خرجوا تريبوا
قلت له خويا عطيني قول لي شي حاجه باش غادي نخرج الريب انا، قول لي شنو غدير معايا، واش غتعطيني قطعه ولا نص قطعه ولا ربع قطعه ولا نمشي باش الريب. دابا قلتي في 2009 2009 في 2009 هاد الناس كتقولي عليهم ثلاثه بهم في قلب في قلب القطعه، كتقولي ثلاثه الناس ثلاثه العائلات في قلب الدار. لا كان كانوا في 2009 لا ما كانوش داك ما داك الساعات ما عطاوش ثلاثه العائلات في الدار في 2009 عطاو غير كل واحد كل واحد عطاوه نص قطعه ديالو، ما كاينش عائله مركبه، واخا عائله هي ولادها كل واحد عطاوه نص المنا ديالو. وحنا دابا حنا التوالى اللي بقينا هنايا ولاو كيقولوا لنا يعني ثلاثه ديال الاسر ياخذوا نص نمره، فهمتي؟ ثلاثه ديال الاسر ياخذوا نص نمره، قسما بالله الا ثلاثه ديال الاسر يلا نوريك داري ندخلك للدار ونوريك، فهمتي؟ يا راه دار كاين هي واش ثلاثه ديال الخوت ولا ثلاثه العائلات كل عائله بشكل ثلاثة ديال عائلة مركبة، عائلة بحال دابا هذه بريط ماد خويا وهذه بريط ماد ديالي وهذه بريط ماد امي، فهمتي؟ بغاو يجمعونا حنا كلنا في نص نمرة، فهمتي؟ دابا شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا يديروا معنا شي حل، يرضيونا يعطيونا كما عطاو للوالة في عين وي ويعطيونا قطيعات ديالنا هنايا في عين المكان ديالنا، حيت هاد الأرض هادي راه سلمها لنا بن سليمة الله يرحمه مسكين، سلمنا أرض شفتي سلمناها لنا، قالنا هاد الأرض هادي راه مرته وولده وبنته جاو لهنايا وقالنا هاد الأرض هادي حنا تنسلموها لكم لأن أنتم شحال من عام وأنتم ساكنين فيها. أنا لمدة 50 سنة وأنا هنايا، ولدت بنتي هنايا عندها 34 سنة في داري بوحديتي، وجا هو بغى يردني أنا وساكنة مع أمي، واش فهمتي؟ واخا أنا الله يدير شي تاويل بخير. الرسالة وصلت شكون؟ خويا أجي معنا خويا الله يعطيك الخير. حيد أولدي حيد أولدي. واخا خويا شنو المشاكل اللي كتعيشوها هنا وشنو المطالب ديالكم أخويا؟ خويا السلام عليكم. مبدا انا مسكن هنا ديال بلاد بن سليمان، السكن الاولون، هذه تقريبا دار 50 سنه وانا هنايا. تعايشنا مع بزاف ديال الحوايج هنايا، منهم القطره، منهم حنوشه، العقارب. على اي جات الاستفاده ديال 2009 حنا ما بغيناش نخرجوا لهم من هنايا على اساس باش يعوضونا تعويض مزيان. كانت الاستفاده هنايا بالنسبه للعائلات المركبين كانوا كيعطيو للابن والاب ديالو كيخرجوا ببقعة. مؤخرا فجت هذه الاستفادة هذه اللي هي ديال 2024 بغاو يخرجوا العائلات اللي هما مركبين، كتلقى الابن والابن والابن وعاد زيد الاب مع الزوجة ديالو بنص بقعة. وهادشي هذا ما رضاناش حنايا يعني، وغادي يضيفونا مع أسرة واحدة أخرى بنفس الشكل. هادشي هذا يعني غادي نعيشوا يعني بحال غادي خصنا كوميسارية بيناتنا ينوض الصراع. هادشي هذا ما يمكنش. هنايا دابا تقريبا اللي بقاو هنا اللي استافدوا خرجوا تقريبا شي 24، باقيه تقريبا شي 30 اسره اللي باقيه هنايا مركبه. اللي مازالين مركبه. اه اه اه. اخويا القضيه ديال الاسر المركبه مثلا كيفاش يديروا، كيفاش بغاو يعطيوكم تستافدوا، كيفاش الطريقه؟ نص بقعه لكل اسره مركبه. دابا الا كنتو بكم؟ كاينين بحال دابا الاسر اللي هما مركبين، نهضر على راسي انايا، حنا ثلاثه ديال الخوت ومعنا الام ديالنا ومعنا جوج البنات مازال ما تزوجوش مع الام ديالها. يعني بغاو يضيفونا مع اسره واحده اخرى مركبه بنص قطعه. بحال دابا خمسه الاسر مركبه دابا نتوما بغاو يزيدوكم عائله واحده اخرى هكا حتى هي بنفس الشكل، يعني حتى هي مركبه حتى هي وندخلوا في نص. كيقولوا في عين المكان هنايا، كيقولوا في عين المكان، ولكن حنا ما عارفينش الحقيقه واش هنا. حنا بغينا نستافدوا في عين المكان وكل اسره مركبه يرضيوها، يعني كيف ما داروا مع الناس الاولى اللي خرجوا في 2009 عطاوهم بقعه، وكاين اللي عطاوه دار بوحدو وعطاو الاب بوحدو عوضوه، يعني يديروا معنا نفس النهج فهمتيني، نفس الشكل يعني ما يغيروش. باغي انتما القانون كما كان في الاول. يعني حنا شوف شي حاجه اللي غادي ترضينا وبس، هذا هو اللي كاين. حنا بغينا شي حاجه اللي ترضينا، اللي نكونوا حنايا ما ساكنينش مع اسر كبيره اللي غادي نوضوا كنتفاوضوا في التالي ونديروا الفوضى وندابزوا ويوقع بيناتنا الشجار. يعني عائله كبيره مع عائله كبيره راهم ما غاديش يتسعوا في دار وحده، يعني دار وحده فيها سفلي فوقي وكاع كراجات مثلا شنو غيستافدوا؟ ما يستافدوا والو. هي 90 متر فيها جوج العائلات كبارين، شنو غيستافدوا؟ راه غادي ينوض صراع كبير. والاستفاده ما عندها حتى شي ضمانات، كيقول لك ها انت هي غادي تستافد ريب هكا الورقه ديال الهدم، ولكن شي حاجه ديال الضمانات الاستفاده ما كايناش، ما كتعرفش. اول حاجه كاينه القرعه، ثاني حاجه حنا ما عرفناش يعني كيفاش غادي نستافدوا، الطريقه كيفاش نستافدوا ما عرفناش. كيقول لك غير ييب وخرج للكره. انت باينه كما كتشوفوا معنا فهد، الساكنه ديال
ديال المنطقه ديال بلاد بن سليمان. اجي معايا اخويا نشوف تما الله يحفظك ودو الساكنه ديال بلاد بن سليمان كما كتشوفوا معنا فكيعيشوا في هاد المنطقه هذه اللي البناء فيها فهو بطريقه عشوائيه، ولكن كيقولوا انهم جاوا بغاو يريبوا لهم، بداو كيريبوا ولكن بغاو يعطيوهم حسب ما كيقولوا هما حسب ما قالوا فكل جوج اسر اي اسره مركبه فغيجمعوهم في بقعه ولا في نص بقعه فهما كيرفضوا. فغنمشيو للجانب اخر تشوفوا معنا، فهذه راه نقدروا نقولوا حي كبير اللي بهذه الطريقه كما كتشوفوا معنا باش نبداو تشوفوا الطريقه كيفاش مبني هذا الحي. نخليكم مع واحد من الساكنه. خليك معايا اخويا. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا خويا انت من الساكنه ديال هذا الحي بن سليمان؟ نعم. وقع اخويا هو الناس هادو بغاو يظلمونا فات هنايا، حنايا النمره 157 ساكنين عندنا ثلاثه الاسر، انا وعمي وعمي والوالد ومعنا لاله، بغاو يعطيونا 45 متر وعطينا ما عطينا حتى شي وثيقه كتثبت باننا حنا نبنيو في عين المكان. قالوا لنا تعطيونا تمشي دير شهاده، انا نعطيكم شهاده الهدم وتهدموا بيديكم وما نعطيكمش شي مقابل. ملي كنقول لهم ضمن الحيازه ما كيعطيوناش، وكنقول لهم فلوس غير باش نكريو وكيقولوا لنا ما كايناش. المطالب ديالنا هو خاي يساوي معنا الامور ويعطيونا قطعه كاع يديروا معنا، يعطيونا قطيعه ثلاثه بينا كيعطيونا قطعه ديالنا. اخاي كنعيشوا واحد العيشه مش مائزه جدا هنايا. كبرنا انا راه والديا كبروا هنا من 71 وما ساكنين هنايا، تيني عشنا هنايا وكبرنا هنا وما كرهناش حنا نسكنوا في شي موبل حتى حنايا. خصنا غير يديروا معنا الحل ما يظلموناش، هما باغيين يلوحونا في واحد المنطقه كيقولوا لها البحيره بعيده، وحنايا كبرنا هنا وكنخدموا هنا وكنقراو هنا، والدينا كيقراو هنا حنا كنقراو هنا، والدينا كيخدموا هنا، تيني قضيه تجينا صعيبه تمايا وما حتى شي حاجه ما كتضمننا الا خرجونا من هنايا وهدموا هاد البلاصه راه حنا غنستافدوا ما كايناش. كنشكركم على الله يدير شي تاويل خير. متابعينا كما سمعتوا معنا وكما شفتوا، فهذه هادو الساكنه ديال حي بن سليمان ولا بلاد بن سليمان، نتمنوا لهم خير ان شاء الله بحول الله. فتحيه لكم الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.